ستاربكس. تقدر المسافة إذا أردت المشي مثلي من محطة فيست بانهوف، ماريا هيلفشتراسة، يوزيكس، وبان 6 إلى الحي الأول، أعتقد ما بين 30 دقيقة إلى 40 دقيقة مشي، ليست بعيدة قريبة. لكن إذا مشيت مشي سريع يمكنك أن تتخطاها في 20 دقيقة. المدينة القديمة أصبحت في الطرف الآخر من هذا الشارع، الحي الأول. هذه نهاية ماريا هيلفشتراس، والآن يبدأ الحي الأول هنا. Thank you.
العادة هذا المكان وهذا الشارع مالها في الشارع سيكون مكتظا بآلاف الناس، ولكن اليوم بسبب الاحتفالات رأس السنة يتجمهر جميع الناس في الحي الأول حول الكنيسة، حيث هناك أكشاك ومحلات بيع الحلويات والخمور والكثير من الأمور المرغوبة وغير المرغوبة بالنسبة لنا.